هسه الان الاخ ابو زبين يقول سياده وعزم موعدهم جديه في دعم محمود المشهدان. هسه عينا هم ذبوا حكايه قالوا احنا مستعدين ندعم محمود المشهدان. انا الان امون على سالم قرابتي ابن عمي شيخ خميس هم قرابتي وابو عبد مثلنا سامر راي صديقي امون عليهم اليوم وباكر والى السبت خلي يطلع ال 55 بيان من عندهم يقولون احنا نؤيد ترشيح محمود المشهداني زي. وندعو لعقد الجلسه بشرط ينسحب سالم وانا اتكفل لهم بانسحاب سالم. خلي يطلعون هذا البيان اليوم باكر الى السبت الى الاحد اذا كانوا جادين في الحسم. ما هو غير يريد بس التاكد هو غير من جت مبادره صاحب المبادره يقول له شكرا اي والله صحيحه بس خلينا نسوي هيك غير يكون هيك الموضوع. قوم هو يسوي مبادره يقول انا عيد محمود ولحد الان الاخ ابو زبن يقول لحد الان لحد هاي اللحظه احنا قاعدين الان اكو مداولات كبيره لاقناع الاطراف لفتح باب الترشح وترشيح الاخ زياد الجنابي. لحد الان ماكو محمود المشهداني ليس مدعوم الان من ال 55 من تقدم على اقل تقدير قد يكون الصداره بعض الاطراف مأيدينه. التقدم الان محمود المشهداني اصبح عندهم هدف لافشاله لانه يعرفون وجود محمود المشهداني راح تنحل المشكله. ما عندهم مشكله شخصيه وياه.